فانت تبلغ دعوة الله تعالى. قال ابو تراجع تاني مكة. وأوذي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه بسبب هذه الدعوة. جاء أبو جهل فوجد سمية رضي الله عنها وهي زوجة ياسر والد عمار، تلك الأسرة الصادقة النقية التقية، وهم من أهل الجنة وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعذبها المشركون فأمسك حربته فطعنها في موضع شرفها في فرجها فقتلها رضي الله عنها. نازل آذوا في الدين وصبروا. وأوذي بلال ومن معه من الصحابة، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمر بالرقيق، فإذا وجد أحدا من الرقيق اشتراه فأعتقه. اشتري بلال، قل له حر لوجه الله تعالى ما يعذبوك، واشتري فلان وإلى آخره. ويبلغون دعوة الله تعالى، نشروا الدين وابتلوا. في نهاية جاء الظفر، أبو بكر الصديق أسلم على يده طلحة بن عبيد الله من خيار الصحابة من عشر المبشرين بالجنة، وأسلم على يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومشوا والدعوة مشت. بدت بمخالفة، خالفوه من البداية كفار قريش، وما زالوا يسخرون بالناس وبالمسلمين. قالوا الناس المعاك ديل ضعفة، ورينا لو دايرنا نسلم أطرد ديل أطرد. فأنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد ذاك الجماعة إلى الآن الناس قاعد يخالفوا فيه، والله الذي لا إله غيره، مخالفات ابتداء من التوحيد والعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجوز تعليق التمائم وإن كانت من القرآن، لا يجوز. وهكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، قال لك من القرآن ذاته ما بجوز، القرآن ده ما نزلوا للتمائم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ما بجوز. وتميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ما بجوز. لا تعلق كمون، لا تميمة، لا حجاب، لا غيره. الليلة في مخالفة للكلام ده ولا ما في؟ ناس معلقين الحجبات يا أخ، تقول لا ده شنو؟ لك حجاب سكين، وده شنو؟ حجاب عقارب، وده شنو؟ حجاب طلق. مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات. في سنن الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام رفعت، الأقلام فيها المداد، رفعت، جفت الصحف بما فيها من المداد، لا يمحى، لا يمحى، لا يغير ما ذكر في هذا الكلام وفي هذا الحديث. الليلة ما بخالفوه في الشدائد، بينادوا منه وبيستعينوا بمنه في الشدائد في الكروبات: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. برعي قال كذي، إسماعيل قبة أسي وقعت ذاتها، بركت عديل كذي، بركت الرب وقعت ما قدر يوقفها وراقت تحتها، القبة وقعت رب، وقال لك نادي في الشدائد
الوقعة دي شنو؟ من الشدائد ولا من الرخة؟ لأننا نعرف الحاصل شنو؟ مصائب كلها وبلاوي يا أخ. في الشدائد تنادي الشيوخ، والله سيدي ابو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، إلى آخره ما بعرف ساكن فاس ولا ساكن فرار، ماله ماله. والنادي لين احنا ابو العباس، نادي ابو العباس، ينادي ابا العباس ذاته، ابا العباس ذاته عمله مرفوعه بالواو، وده بمرقق ابعد من واو ذاته، كلها لخبطه باسم الدين. تنادي ابو العباس، تنادي ابا العباس، وين الان ابو العباس؟ وين؟ ميت، قاعدين يتبركوا بين علاته. يا كافي البلا، لا خلى طاقيه، لا خلى جلابيه، لا حاجه ظريفه، ما خلى لكم الا النعلات. شوف الزول ده عليك الله، شيل النعلات تتمسح بها انتوا، قال ضفا بركه وكلا اخره، ذاته اشياء غريبه جدا وعقائد منحرفه، ده مخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي العقيده والذي رفع السماء، في العقيده خالفه، ينادوا يا بشام ورا وقدام، يا برير ويا صايم ديما ويا منو ويا غوث زمانه ويا فلان ويا علان، كلها عقائد. ورب العزة والجلال يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الكلام ده تعرف قالوا لمنو؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذاك للأمة. ولا تدعو أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، يقول لك بينفع عديل، ولا يضرك يقول لك بضر، والله لا ينفع لا يضر وما يعمل أي شيء.